السلام عليكم. Welcome all my lovely learners. بفكر أحبتنا اللي لسه أول مرة يزورونا سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو. Today's lesson إن شاء الله is about sentence structure and types of sentences. تركيب الجملة وأنواع الجملة. في البداية يجب أن نعرف مكونات الجملة في اللغة الإنجليزية. Subject الفاعل وهو الذي يقوم بالفعل، ومن الممكن أن يكون اسم مثل صهيب، تري، كار، أو ضمير فاعل يحل محل الاسم مثل he, she, they. Verb الفعل وهو يعبر عما يفعله الفاعل مثل play يلعب، drink يشرب، sleep ينام. Object المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، ومن الممكن أن يكون اسم أو ضمير مفعول ينوب عن الاسم. Prepositional phrase عبارة الجر. هي عبارة تبدأ بحرف جر وتصف كلمة في الجملة مثل at school, in the club. نأتي لترتيب الجملة في اللغة الإنجليزية. Subject الفاعل plus verb الفعل plus object المفعول plus complement المكمل. ناخد مثال صهيب likes يحب English اللغة الإنجليزية very much كثيرا جدا. قبل أن نبدأ في معرفة أنواع الجملة يجب معرفة التعريفان التاليان. Independent clause العبارة المستقلة هي العبارة التي يجب أن تحتوي على فاعل وفعل وتعبر عن فكرة كاملة ومستقلة. مثال I like coffee أنا أحب القهوة. نلاحظ هنا أن المعنى اكتمل أنا أحب القهوة. النوع الثاني dependent clause العبارة الغير مستقلة هي عبارة تبدأ برابط وصل subordinating conjunction أو ضمير وصل relative pronoun، وهي لا تعطي معنى مكتمل بمفردها بل تعتمد على عبارة مستقلة معها. إيه هي subordinating conjunction؟ زي after, before, although, because, if, whether, how, once, since, then, though, till, until, when, where, while, as. وإيه هي relative pronouns؟ هي that, which, who, whom, whose. ناخد مثال على dependent clause أو العبارة الغير مستقلة. We missed the train because we were late. نحن فاتنا القطار لأننا كنا متأخرين. وهنا dependent clause أو العبارة الغير مستقلة هي because we were late. والآن مع أنواع الجملة. أول نوع عندنا هو simple sentence الجملة البسيطة، وهي تتكون من عبارة واحدة مستقلة one independent clause. مثال عليها علي practices boxing علي يمارس رياضة الملاكمة. تعالوا نشوف علي. مثال تاني عمر broke the window عمر كسر الشباك. هو نوع من أنواع simple sentence أو الجملة البسيطة.
النوع الثاني عندنا من الجمل هو compound sentence، الجملة المركبة، وتتكون من عبارتان أو أكثر مستقلتان two or more independent clauses، مربوطتان معا برابط يسمى coordinating conjunction. نعرف يعني إيه coordinating conjunction؟ هو and، but، or، nor، for، yet، so. تعالوا ناخد مثال. I like coffee and Suhaib likes tea. أنا أحب القهوة وصهيب يحب الشاي. هنا I like coffee هي الindependent clause الأولى، وصهيب likes tea الindependent clause الثانية، ومربوطتان معا بand. النوع الثالث عندنا من الجمل هو complex sentence، وهي الجملة المعقدة، وتتكون من عبارة مستقلة independent clause ومعها عبارة غير مستقلة dependent clause، ومربوطتان معا ب subordinating conjunction. مثال عليها: He didn't buy the car although he is rich. هو لم يشتري السيارة على الرغم من أنه غني. وهنا he didn't buy the car هي الـ independent clause اللي موجودة، العبارة المستقلة، و although he is rich هي dependent clause لأنها بدأت بـ although وهي عبارة غير مستقلة. النوع الأخير عندنا من الجمل هو compound complex sentence، الجملة المركبة المعقدة، وهي تتكون من عبارتان مستقلتان two independent clauses، وعبارتان أو أكثر غير مستقلتان two or more dependent clauses. ناخد مثال: حور didn't come because she was ill. حور لم تأتي لأنها كانت مريضة. So رقية was sad، لذلك رقية كانت حزينة. هنا حور didn't come هي الـ independent clause اللي موجودة عندنا، العبارة المستقلة. أما because she was ill هي dependent clause وبدأ ب because، وso رقية was sad هي الـ independent clause الثانية. يبقى عندي two independent clauses وواحدة بس dependent clause. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله. ياريت سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس، ولايك وشير للفيديو، وحتى ألقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.